إذا كنا نتحدث عن التغير المناخي وتأثيرات التغيرات المناخية، فنحن نتحدث عن ظواهر مناخية ظهرت في السنوات الأخيرة، نتحدث عن فيضانات، نتحدث عن جفاف في بعض الدول، ومن هنا كان الحديث عن أزمة في الغذاء والزراعة. وعليه كان من المهم أن نتعرف على دور منظمة الفاو في التحدي لآثار وتداعيات التغير المناخي. وفي هذا السياق يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري السيد الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم المناخ بمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة. دكتور الزيتوني، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا. بداية، كيف ترى تنظيم قمة المناخ كوب 27 هنا في شرم الشيخ، وأهمية هذه القمة تحديدا بالنسبة للشعوب الأفريقية؟ وشكرا على الدعوة، وشكرا على دولة مصر الشقيقة لتنظيم هذا المؤتمر. نحن مفتخرين على هذه الرئاسة المصرية القيمة، وهذا المؤتمر هو مهم بالنسبة للدول العربية، بالنسبة لإفريقيا، بالنسبة للعالم بصفة عامة، لأن مشكلة المناخ الآن للأسف تضرب كل منطقة في العالم، والعالم كله متأثر، وهذا التأثير سيزداد إن لم نتخذ قرارات يعني صارمة وسريعة وعالية أيضا. فهذا المؤتمر هو مهم لكي ننتقل من التعهدات، من السياسات، من الاستراتيجيات إلى التنفيذ، لأن تعطلنا في الحقيقة لمكافحة هذه أزمة المناخ التي نعيشها الآن. نعم، ومن هنا كان اسم هذه القمة هي قمة التنفيذ. إذا تحدثنا عن أحد الملفات الهامة بالنسبة لكوكب الأرض فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية، فنحن نتحدث عن أزمة في الغذاء والزراعة. دور منظمة الفاو أو خطة منظمة الفاو في التصدي لهذه الأزمة؟ فعلا هو المناخ يؤثر على الإنتاج الزراعي، يؤثر على التغذية بصفة عامة، لأن للأسف الآن نحن عندنا 828 مليون شخص الذين يعانون من الجوع يوميا، وهذا يعني هو مشكل كبير، ومشكلة المناخ تزيد حدة من هذه المشكلة. ففي الفاو مثلا نحن الآن قمنا باستراتيجية جديدة لكي نساعد الدول ونساعد أيضا المجتمعات المحلية بما فيها الفلاحون والمزارعون الصغار، لأن للأسف لما نتكلم على مكافحة المناخ والمساعدة الدول ننسى يعني هذه المجتمعات الفقيرة بما فيها المزارعين الصغار والمجتمعات في البادية أيضا. فنحن نتعامل مع الدول، نتعامل مع القطاع الخاص، نتعامل مع المجتمع المدني لكي نسارع في أجوبتنا لهذه مشكلة المناخ، لأن مشكلة المناخ للأسف هي يعني تهرب منا، يعني أسرع من سياستنا والتدخلات التي نقوم بها. فلو رأينا مثلا حول العالم كل التعهدات التي تقوم بها الدول هي غير كافية للأسف لكي نحارب مشكلة المناخ اليوم. إذن تواجهون مسألة التمويل، ونحن هنا نتحدث عن فجوة كبيرة كما أشرت بين التعهدات وما بين الوفاء بهذه التعهدات أو التنفيذ. مسألة التمويل كيف تتعاملون معها؟ هل هي كافية؟ هل 100 مليار دولار التي كانت موعود بها من قبل في القمة السابقة هل كافية الآن في ظل ما نشهده من تغيرات؟ ومسألة التمويل هي مهمة، ونحن في الفاو والأمم المتحدة بصفة عامة نتعامل مع الصندوق الأخضر للمناخ، وهو الذي يعني مسؤول عن هذه 100 مليار سنويا. ويجب أن نشير أن 100 مليار هي غير موجودة لحد الآن، هي قام التعهد بها، ولكن يعني الصندوق الأخضر للمناخ وليست له 100 مليار سنويا لكي نحارب هذه مشكلة المناخ. ونحن نتعامل مع هذا الصندوق الأخضر للمناخ، وهناك العديد من الدول التي ساندناها لكي تحصل على المناخ على التمويل، ولكي تقوم بمشاريع محلية بما يخص تكيف خاصة بالزراعة والقطاع الزراعي بصفة عامة، في التمويل وكذلك في التخفيف من الانبعاثات الكربونية.
ضيفي الكريم، نشكر وجودك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري، ومرحبا بك مرة أخرى في مصر. شكرا على هذه الفرصة. شكرا. مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول لضيفي الكريم هنا السيد الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم المناخ بمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.